اهلا وسهلا بكم من جديد كل الناس اللي بتتابعنا وانضمت لمتابعة هذا المشوار الصباحي. مساحة المرور مساحة مهمة جدا، بنعرف من خلال حركة الشارع. ساحة العقيد عماد الدين هاشم دائما بيكون حضور مميز عبر صباحات البي ان اف ام. برضو بالامس كان اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حابين نعرف الإجراءات اللي هم اتخذوها بشأن الموضوع في الشارع العام وفي المركبات برضو بصورة عامة. يسعد صباحك بالخير ساعة العقيد. صباح الخير، بحييك وحيي عبرك شركاء الطريق، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ثم بحيي التيم العامل اليوم إن شاء الله وكل من يسمعنا عبر البيئن خاصة داخل السودان وخارج السودان، نحن بنحييهم. وطبعا الخريف على الأبواب، ونحن بنقول دائما بيكون في أتربة خاصة في طرق المرور السريع، وعدم الرؤية مشكلة كبيرة جدا. نحن بنلقى كثير من شركاء الطريق يقول لك أنا مدى الرؤية يمكن يكون 10 متر وهو بعد ده بيكون ماشي في الطريق وبيحصل له حادث، وحادث بيكون آثاره كبيرة جدا. بالأمس الحمد لله كان احتفال اليوم العالمي للمخدرات، والمخدرات بقت مشكلة كبيرة جدا خاصة ان احنا عندنا في السلام المرورية. يعني المخدرات هي تهدد السلام المرورية لانه بيحصل حوادث، وحوادث بتكون كبيرة جدا يعني في طرق المرور السريع، خاصة سائقي عربات الخدمة العامة، الباصات، الشركات. والحمد لله بقى اي حادث كبير نحن بقينا نعمل كشف للمخدرات من خلال الأدلة الجنائية. يعني ثاني الواحد برضو كان جاي يطلع رخصة، برضو بيكون في فحص للفحص نفسي وكشف برضو للمخدرات برضو، ولأنه تعاطي المخدرات بيكون مشكلة كبيرة جدا خاصة في زول يكون سايق، وبعد ده بيكون مشكلة كبيرة جدا، بعد ده بيكون تقديره للشارع ما بيكون صحيح، ومنه بيحصل حوادث، وحوادث بتكون آثارها كبيرة جدا. يعني سايق باص بيكون سايق له 50 راكب أو شخص، وبعد ده بيعمل حادث، الحادث بيكون كبير جدا. يعني المركبات المواعين الكبيرة خاصة الباصات والشاحنات الكبيرة، يعني الناس برضو الإرهاق بيكون سبب برضو للحوادث. مثلا سايق من هنا لغاية السودان بيكون مشكلة كبيرة جدا، وإن شاء الله هتكون في إجراءات احترازية كبيرة جدا، خاصة الناس اللي بيعملوا حوادث كبيرة أو داري يطلع رخصة أو داري يعمم رخصة، برضو بيكون في فحوصات المخدرات برضو والمنشطات برضو. يعني إذا بتكون في واحد بيكون مرهق تلقاه بيستعمل منشط عشان نقول انه يصل او يمشي ويجي، ودي مشكله كبيره جدا. لذلك نحن بنقول لكل شركاء الطريق، الناس الواحد يتغذى كويس بعد ده يسوق العربيه ويرتاح كويس، يعني فتره الراحه لازم يكون مرتاح، او ممكن يكون مسائر قبل يوم ويجي يكون سايق له عربيه او باص كبير وبيعمل حوادث اكيد، لانه الارهاق برضه مشكله كبيره جدا. الحمد لله الليل حركه السير خاصه داخل ولاية الخرطوم ومخارج الحمد لله ما في أي إعاقة في أي مدخل من مداخل الكباري أو مخارجة. الحمد لله الحركة في كوبري النيل الأبيض 3 مسارات من أم درمان للخرطوم، ومسار من الخرطوم لأم درمان. أما كوبري النيل الأزرق اتجاه واحد من بحري الخرطوم، وفي فترة صغيرة بيكون من الخرطوم لبحري. كوبري النيل كوبري المجنمر ملاحظين الناس بيجوا بكوبري المجنمر، خاصة الناس النازلين شارع الجامعة. نحن عملنا مخاريط، يعني انت جاي من هناك لازم تلزم مسارك اليمين عشان ما يكون هسه بقى المسار اليمين الناس ملاحظين بقى ماشي، ما كان قفلوا الصوب ولا ما قفلوا هو خاشي شارع الجامعة، ما مؤثر على شارع الجامعة. نحن بنقول لكل شركاء الطريق مسارك خلى انتظارك، ومسافة الأمان بينك وبين المركبة أمامك، نحن دايرين الرغابة تكون رغابة ذاتية وليست رغابة إلكترونية. دايرين كل واحد من شركاء الطريق يكون شرطي مرور على نفسه
وعلى الآخرين. أنا بثمن دوركم الكبير في السلامة المرورية، والسلامة المرورية هي مسؤولية الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا سعادة العقيدة مال الدين هاشم، كل التحية لك.